ازيكم يا رجاله وعاملين ايه؟ معاكم جيك جي في فيديو جديد. فيديو النهارده عن فورتنايت، رجعنا لكوبكو. اسف يا جدعان الغيبه الطويله قوي دي، لكن مش بايدي والله بسبب الامتحانات. ان شاء الله زي ما قلت هعيدها تاني، يعني ناجي بقوه وهنلعب بسكين اللي هو كان فيت او اسمه ايه، انفورسر. شست عليكم وهنخش الماتش زي ما انتم متعودين، ونرجع لكم بعد ما نخش الماتش. يلا بينا. والله يا جماعه دينا نازلين لوت ليك قديما، وحديثا ليكي ليك، ومن ثم سموها لوت ليك تاني، مش فاهم يعني ايه لازمتها. نشوف اي بامب وننزل عليه، مش عارف ننزل في النص في غير تشيست واحده. هنا في بامب ازرق تقريبا، او بامب ازرق تمام. بامب الازرق ده انا بعشقه حاليا بعد الابديت الجديد اكتر، هو اعلى واحد. في واحد من قريب تمام، خليه كده على ما نلاقي الام جي يعني. وسكار حرام حرام. الله رب نجينا يا رب. سكار تاني معرفش ايه لازمته. اوبا ده انا عديت من السنايبر دي بالحظ. لا يا جدعان، لا 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 يا عم اهدى عليا بقى. الله ايه بقى الفجر كده، ايه بقى الفجر. ارجع كده بقى لينا تمام. تو كيلز حلوين. ده انا كنت لسه عايز اروح تلت ده. يلا يلا معلش بقى. ايوه وانا واقف في المايه ازاي؟ طيب حرام حرام حرام. انا مش عارف هنا وهنا وهنا، قدامي ويميني وشمالي. ويلا بينا اخر ماتش في لوت ليك. تفائلت بيها دي تالت مره في لوت ليك اهو، اتفقلت بيها بصراحة، بس في الآخر موت يعني. الوقت كان حريف أوي الصراحة عشان مكذبش، ومستواي كان كده لا وكان أقل من كده شوية. بعدها مستواي هبط تاني عشان الدراسة وكده. بس في بامب، في بامب قشطة. ناخد التراب ده تكتيكال عشان بس ليه محدش يغفلنا. قشطة قشطة. بامب ازرق كل مرة كل مرة. انا في حيرة والله في حيرة. انا
الصراحة ما بحبش ما دي، بس خليها معنا هنلعب كده. تمام، انا سامع الضرب النار، عايز بقى احاول ايه اجيبه بالاير اللي معايا ده. ايوه هو لقيت خلاص، في حد جنبنا. الله، الله، خدنا المشي، عملنا مشي. الله، نلعب بقى بالشوتو الجديد، نجرب. الله، عارف اني هندم على القرار انا عملته ده دلوقتي، بس يلا نجرب. لا لا لا، يا ابن الوسخة، عم اهدى بقى عليا بقى. هاخد سنايبر دلوقتي، الله، ده شوت جن جديد يا جدعان، فاجر يا جدعان، فاجر يا جدعان، اقسم بالله. الله يا جدعان، تو كيلز، فاجر يا جدعان والله، خلاص شكرا والله. الله، انا اتوترت، اتوترت، لا لا لازم نهدى نهدى نهدى، انا اتوترت فشخ، انا اتوترت فشخ، الايم بتاعي كان خرا، اتوتر اكتر عشان البتاع اللي معايا. هدوء 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 لاجل السلاح الفاجر هذا، هذا سلاح فاجر. يلا يا جدعان،
الله الله على الفجر 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 والله والله انا فاجر انا فاجر يا جدعان انا فاجر انا فاجر الفاجر القادر رجع لكم الفاجر القادر انا الفاجر القادر السلاح والله السلاح ده فاجر هذا سلاح فاجر زوم بعيدة جواب اللي هيقرب لي هنفشخه يا جدعان عايش والله عايش انا والفيديو خلص كده انا حاسس ان في رويلاية جاية على رين روتين اكس رويلاية بس ما تاكلش عيش برضو زي ما هو بيقول 75 هيلث ما تاكلش عيش نور الدين اكس عم الناس في حد يعني لا لا حرام 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 نموت في الستور حرام بس كده حلو حلو فشخ انا راضي بالجيم ده يا جدعان انا راضي انا كده راضي بالجيم ده 4 كيلز وين افشخ من بعض موتنا في الاخر بسبب الستور بسبب اللي قتلنا ايه السلاح الجديد عجبني ابتديت العب بيه لسه اول مره يعني في الفيديو والله اول مره العب بيه بقى فاجر كده بس كده يا جماعه لو الفيديو عجبكم يا رب يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم متنساش تحط لايك على الفيديو كل فيديو ما سبقش السوشيال ميديا وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا يا جماعه فيركيش